طبيعة مقاتلة حزب العمال الكردستاني في داخل العراقية بدون التنسيق مع القيادة العمليات المشتركة وكذلك القطاعات العسكرية العراقية باعتقادية استمرار للنهج الذي تنتهجه تركيا بالتوغل في الأراضي العراقية وكذلك بذريعة مقاتلتهم والوصول إلى مناطق جغرافية تريد أن تسيطر على خطوط نقل الطاقة على بعض المعابر، تريد أن تسيطر أو تحتوي القوى الإرهابية في تلك المنطقة لأنها تذرعت في ذلك الوقت في المنطقة الآمنة، بل أنها تريد أن تجمع كل اللاجئين السوريين اللي عددهم 3,600,000 مواطن سوري في الأراضي التركية بتلك المنطقة حتى تكون هي الحد الفاصل ما بينه وبين حزب العمال الكردستاني. لكن دخولهم بهذا الأمر أنا باعتقادي هذا مرفوض. اعتدائهم أمس بهذا الجانب العسكري أنا باعتقادي وصلت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه بالنسبة إلى التوغل التركي. قبل ذلك كانوا يتدرعون بأن هناك اتفاقية في عام 1995 موقعة بدخول القوات العسكرية التركية 5 كيلومتر بداخل الأراضي العراقية، لكن اليوم نتكلم هم يتواجدون مثلا في بعشيقة بقاعدة عسكرية، لديهم 20 قاعدة عسكرية موجودة بضمن هذه الاتفاقية البالية التي منذ الوهلة الأولى بعد عام 2003 طلبوا يعني برلمان إقليم كردستان بإلغاء هذه الاتفاقية. طيب. وطالب الكثير من القوى السياسية بإلغاء هذه الاتفاقية، وكانت لظرف معين وأنا باعتقادي لا يتجاوز سنة واحدة.